مرحبا بكم سور لا شين يوتيوب لي كلوبيست. لو ماتش رينا مغرب افريكا دمي فينال كوب تاع تونس. ليكيب معاكم كاميرا معز الميل، صور الياس عيدي، في التعليق اسد بن جراد، رفقة سي بلقاسم الزويري. مرحبا بك. اهلا وسهلا واهلا بجميع المتتبعين صفحة لي كلوبيست في دور نصف النهائي الثاني بين جمعية نور بريانا ونادي الفريقي. نذكروا في دبلبة مع ماضي ساعتين جمعية مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية ترشحت للدور النهائي بعد فوزها على جمعية النسائية بتبلبة نتيجة 38-36. الله يعيشك سي بلقاسم. نحضر لي صالة بحضور الجمهور اليوم الماتش. أكيد. يعطي نكهة أخرى للماتش. عرس مروي بالطبيعة، وتذكير آخر في رفع سيكار على المقابلة هذه دار الدور النهائي تاع كأس الروح الرياضية بين النادي الرياضي النسائي بالمكنين ومنتخب الوسطيات. انتهى المقابلة هذه انتهت بفوز منتخب الوسطيات فرق نقطة 22-21، رغم اللي النادي الرياضي النسائي بالمكنين فرط في التعادل في آخر لحظة بعد ما ضيع ضربة 7 أمتار كانت تحول باش تعادل يمشي طول ضربات الجزاء، لكن اللعبة ما ضيعت ضربة جزاء وانتهت المقابلة بانتصار منتخب الصغريات. هنيئا يعني لهذا المنتخب وحظ أوفر للنادي الرياضي النسائي بالمكنين. سي بلقاسم، كان ذكرنا في المقابلات اللي كانت بين ارينا والكلوب في الشامبيونا كيفاش كانت الغلبة ديما في مقابلة بركة انتصرت فيها جمعية نور بريانا على النادي الفريقي القاهري بالذات. ما كانش مقابلات الاخرين زوج ولا ثلاثة الاخرين كانت الغلبة للنادي الفريقي، اما كانت ديما المقابلة حماسية جدا. لاعبات يعرفوا بعضهم برشا، فما برشا لاعبات من الفريق الوطني منا، وان شاء الله تكون هذه مقابلة كاس معناتها مختلفة من قبل في البطولة. نعرفوا النادي الفريقي مازال كي توج بالبطولة سبت الفارض ويسعى باش يهز الدوبلي والتريبلي. ان شاء الله المقابلة تدور في بطبيعة كنف الريح الرياضية، ويذكروا الفريق اللي باش يربح اليوم باش يتبارى نهار الجمعة المقبل مع ساعتين ونص بقاعة رادس ضد فريق مقرين رياضي الكرة النسائية. عايشة. نحب نذكر جماهير كرة اليد وبالخصوص جماهير النادي الافريقي اللي الكلوب ميتان بين هي والحمامات دومي فينال، الكلوب رابحة 18-15 في الكفسات البرجاني. في المخرى على ثنائي تحكيم اسماء زوز حكام هما السي محمد علي بن حامد والسي احمد بن ساسي. لحظات وتبدا المقابلة. السبعة الأولانيين تاع نادي الفريقي اللي نشوف فيهم توا أشراف بن عبد الله في حراسة المرمى، راقي الرزقي، أي بن عبد الله، مال حمروني، رجاء التومي، مريم الرزقي وجواهر قريشي. من جهة ريانا فما سميرة العرفيوي في حراسة، سندا شقير، هالة مساعد، شيماء الدريسي، روعة الماجري، جيهان بالشيخ أحمد وصفي العماري. حميد وزاد ما ننساوش معانا في ليكيب ميديا. تسعة دقائق تأخير مازال ما بداتش المقابلة، ما عرفتش علاش التأخير هذا. توا باش تبدا. حكم احمد بن ساسي يعطي انطلاق المقابلة، الكرة عند النادي الافريقي. محمد الحمروني، جواهر قريشي، رجاء التومي، مريم الرزقي، جواهر قريشي، رجاء التومي، رقي الرزقي، والهدف من رجاء التومي، هدف ممتاز. هدف الأول من رجاء التومي عمل جدا دور المقابلة هذه، يمكن المرة الأولى يشارك برجاء التومي من الأول. والهدف الاول رجاء، ورانا لاحظنا تقدم اللعبه على مال الحمروني، محاسبه فرديه في الدفاع جماعه ريال على مال الحمروني، خير الحمد لله مش احسن مال الحمروني يعرفها مليح. والكره تو عند ريانا، جيان بالشيخ عامة روعة الماجري باش تلعب ظهيره على اليمين، ما نعرفش هلا مساعد مش بالايهوني يعني في الوجود، روعة الماجري تمشي الجناح تدخل في الوسط سندا شقير، هلا مساعد ترجع كرة سندا شقير، شيماء الدريسي، شيماء الدريسي، جيان بالشيخ، جيان بالشيخ، سندا شقير رقم 99، شيماء الدريسي، وهدف تعادل.
حضر تعادل في مدريسي 85 دقيقة 1-1. جواهر قريشي، درجة تومي، مريم الرزقي. مريم الرزقي، رجاء تومي، جواهر قريشي. فما محاصرة على أمل حمروني سندشقير، من سندشقير. اللاعبات يعرفوا بعضهم مليح من جيو المنزل الرياضي ولعبوا بعضهم في جمعية النور بريانا. ابن عبد الله، جواهر قريشي، رجاء تومي. تفضل سمير عفوي المرة هذه، تفضل من سمير عفوي، تسرعت شوية. تسرعت شوية وكنت سيلة. سندشقير تتعب كورة، سندشقير، سندشقير، حضر الهلم سعاد اليسارية، جيان بالشيخ، صفي العميري، ترجع الكورة من جناح، جيان بالشيخ، هلم سعاد، هلم سعاد قدام رقي الرزقي، هلم سعاد لاعبة دولية سابقة، لاعبة عندها خبرة كبيرة، مشيت العديد من الفرق، سندشقير، جيان بالشيخ، لاعبة كانت محترفة في برا، سيرة الجمعية النسائية بالمهدية، سندشقير. سندشقير سيما دريسي ضيع كرة ترجع تاخذها تعطي لجيان بالشيخ، جيان بالشيخ، جيان بالشيخ امام مريم رزقي، جيان بالشيخ تعطي لسندا، خطا من رقي رزقي على سندشقير. روعة الماجري تلعب كرة على سندشقير، جيان بالشيخ امام مريم رزقي شند، حاول تمرر خطا من رجاء تومي على جيان بالشيخ. تسعة امتار كرة على سيما دريسي، جيان بالشيخ عمل، جيان بالشيخ سندشقير وخطا مرة أخرى. هاي بن عبد الله دفاع قوي من لاعبات النادي الافريقي، كرة ديما عند ريانا، 1-1 بعد 3 دقائق لعب. سندشقير، سندشقير خطا مرة أخرى، خطا مرة أخرى، وانذار، انذار مريم الرزقي. محمد علي بن حامد حكم، محمد علي بن أحمد عفوا انذار مريم الرزقي. سندشقير، جيان بالشيخ أحمد، جيان بالشيخ تحضر تعطي الكرة سندشقير على اليمين، هلم سعد ترجع لسندا، سندشقير، سندشقير تحاول، هلم سعد يسارية، هلم سعد ترجع الكرة، جيان تحاول تتوغل تعطي الكرة روعة لكن الحكم يرجع الخطأ، الحكم يرجع الخطأ. تسعة أمتار تلعبها روعة الماجري، جيان بالشيخ، هلم سعد، جيان بالشيخ، جيان بالشيخ مرة شي مدريسي، خطا مرة أخرى على شي مدريسي مرة هذه، عفوا على رقم 66 روعة الماجري، لعبة النادي الافريقي مشات في شكل إعارة لجمعية نور بريانا. سندشقير ظهرت من بعيد، سندشقير ظهرت شرف عبد الله، في 1 لصالح ريانا. الكرة النادي الافريقي، رقي الرزقي، جواهر قريشي، أمل حمروني، رجاء تومي، أي ابن عبد الله، رجاء تومي، جواهر قريشي، أي ابن عبد الله، رجاء تومي، والهدف من رقي رزقي من الدائرة، ممتازة رقي رزقي. غفوة من دفاع ريانا، رقي كانت وحدة من الأول ما تبطلوهاش، فاتت لها بعد الرجاعة، خدت الكرة بسهولة تعدي النتيجة، غالت الحارسة وزميلتها السابقة سميرة العرفاوي، هدفين لهدفين بعد 5 دقائق ونص لعب. روعة الماجري ترجع لجيان بالشيخ أحمد، سندشقير تمشي على اليسار، جيان بالشيخ أنا مساعد تدخل جناح على اليمين، جيان بالشيخ، جيان بالشيخ، سندشقير ترجع الكرة قدام مريم الرزقي، جيان بالشيخ قدام ابن عبد الله، تعطي وتتصدى، تتصدى من شيخ زي ما دريسي. الكرة نادي الإفريقي، أمل حمروني، جواهر قريشي، ابن عبد الله، اي حمرون، امل حمروني، الكره رقية رزقي، يقول فما خطا، خطا من رقية رزقي، ترجع الكره للاريانا، نشوف معاك الشيء مدريسي امام رجاء تومي، وتلمس في رجاء تومي تهز ضربه زاويه لجمعيه النور. مباشرة جيان بالشيخ ترجع روعة، روعة الجيهان، جيان بالشيخ، سندشقير، جيان بالشيخ، روعة الماجري، سندشقير، جيان بالشيخ، جيان بالشيخ، حاول توغل، حاول تعطي روعة الماجري، لطفتنا رقي رزقي، الحكم يرجع الخطأ،
حمد علي بن احمد يزال خطا جمعيه النور هدفين لهدفين دور النصف النهائي اللي طار دور النصف النهائي كتونس جان بالشيخ مشات بالكره جان مشات بالكره نذكروا في الدور النصف النهائي الاول جمعيه مقرين ترشحت الدور النهائي بعد فوزها على الجمعيه النسائيه بتبولبا في تبولبا بالذات 38-36 الكره للنادي الافريقي رجاء التومي جواهر قريشي مريم الرزقي رجاء التومي جواهر قريشي وخطا للنادي الافريقي 9 امتار النادي الافريقي رجاء التومي جواهر قريشي وهدف ممتازه ترجع للنادي الافريقي لم يحتسب الهدف جواهر قريشي دخلت المنطقه وبعد نتيجه هدفين تعادل صفي العميري من جناح صفي العميري و اشرف عبد الله مريم رزقي ما خدتش عليها الكره يا سلام من اشرف عبد الله ما خدتش مريم رزقي على الكره تقعد نتيجه 2-2 8 دقائق لعب الشوط الاول محمد محمد الليل يعطي توصيته للاعب جان بالشيخ روعة الماجري سندا شقير جان بالشيخ ما توصلش كلها صفي العميري ترجع لسندا شقير روعة الماجري تلعب البرة قاعدة جان بالشيخ سندا شقير تحضر جان بالشيخ تحاول تتوغل للدايرة البرة من هشام الدريسي لكن 7 امتار وانذار جواهر قريشي تمريرة من جان بالشيخ شكون سندا شقير في التنفيذ يظهر لك سندا شقير في التنفيذ هدفين تدخل عربية عرفاوي تصدى لسندا شقير محاولة تصدي لسندا شقير 7 امتار الأولى في المقابلة سندا شقير في التنفيذ ولا دخل هدف الثالث 3-2 الأريانا الكرة للنادي الإفريقي رجاء التومي جواهر قريشي آية بن عبد الله رجاء التومي المريم الرزقي من جناح هدف تعادل بقوة مريم الرزقي هدف مزيان برشا 3-3 بقوة ما تخليش فرصة تمر 3-3 سندا شقير جان بالشيخ هلا مساعد رجع كل الجهال سندا شقير صفي العميري سندا شقير دينامو الفريق جان بالشيخ حاول تعطي سندا شقير تعطي التبريره للشيخ يرجع الخطا الحكم يرجع الخطا على شيء مدريسي سندا شقير هلا مساعد قدام مريم رزقي تبريره جميله من سندا شقير شيء مدريسي ما ضيعش 4-3 لصالح جمعيه النور بريالا مازالت هكا نقطة واللعب رايد شوية معناها ما فماش مقابلة بطولة ما فيهاش مقابلة أخرى باش تدير معناتها النتيجة باش تحسن في آخر المقابلة كل واحد يبدا خايف شوية على خاف يزرب يخاف وخطأ للنادي الإفريقي خطأ على أمل حمروني رقي الرزقي جواهر قريشي المباراة على العارضة أما شيخ الحكم سمير عرفي يجيب الكرة تعطيها لجيهان جيهان بالشيخ هلا مساعد روعة المهاجري لعب لا تلعب في الدفاع في الهجوم في المقابلة هذه حسين سيد دخلها برا في الدفاع برا محمد الليل روعة المهاجري هلا مساعد جيهان بالشيخ سند شقير من جميع اشرف عبد الله تتصدق لكن الكره ديما عند ريانا تماس صفي العميري جان بالشيخ امامها اي بن عبد الله شيماء الدريسي تحاول سبعة امتار طويل لعبة هذه شيماء الدريسي رغم صغر سنها شاركت في النهائي المستويات الاسبوع الفارط ضد جمعيه نزل المدينه وتدخل فادي عمراني هذا العمراني المره هذه للتصدي قضى
مرات عدة مواسم شميت النور بلي أنا تعرف اللاعبات كل خاصة منهم سيدة شخيري تصدينا طوال في السبع أمتار كانت قيت جمعية النور فايدة العمراني 4-3 10 دقائق لعب هذا أول مرة يسبق هدفين لصالح جمعية النور رجاء التومي مريم الرزقي جواهر قريشي وخطأ على جواهر رقي الرزقي أمل حمروني على أمل جواهر قريشي رجاء التومي جواهر قريشي والهدف الهدف الرابع لدى إفريقي 5-4 أول هدف الجواهر صافي العميري سند شقير جيان بالشيخ جيان بالشيخ يمشي لليمين هلا مساعد قاعد يدور في الوسط شيماء الدريسي هلا مساعد سند شقير جيان بالشيخ جيان بالشيخ حضر تمرير الكره هجوم عكس امل حمروني هجوم واجب ثلاثه جمهور غفير من النادي الافريقي على يسار المنصة تعادل 5-5 في 13 دقيقة لعب كرة عند ريانا سند شقير شيماء الدريسي هلا مساعد جيان بالشيخ سند شقير من بعيد هجوم سند شقير عبد الله ممتازة ممتازة اشراف هجوم عكس مريم الرزقي ولا هدف سلاح النادي الافريقي الهجمات المعاكسه الكره تطلع بسرعه سواء اعطى اللعبه رجاء التومي ولا جاء القريشي ولا مباشره من الحارسه ديما تلقى لعبه وحدة يا من حمروني ولا ابن عبد الله ولا على اليسار مريم رزقي وصلنا 6-5 لصالح النادي الافريقي بعد كانت تسبقيه هدفين لصالح جمعيه النور شيماء الدريسي يا لمساعد مازلنا ما شفناهاش يا لمساعد ما رزقتش تو جيان بالشيخ سند شقير سند شقير جيان بالشيخ جيان بالشيخ تحاول تمر لعبة الدائرة ممتاز الدفاع من مريم الرزقي تلعب برشا مع لعبة الدائرة جيان بالشيخ شيماء الدريسي لكن الدفاع متفتن عدد كرة ولا كرتين تو الدفاع أكثر متفتن الدفاع النادي الافريقي سند شقير تحاول من بعيد جيان بالشيخ تحاول تعدى مريم الرزقي ظفر حكم ممتاز كان خطر جيان كرة ديما عند ريانا جيان بالشيخ جيان بالشيخ سند شقير سند شقير تحاول تعطي سند شقير ديما الكرة عندها هلا مساعد هلا مساعد للجناح تونس في العميري جيان بالشيخ قدمها لابن عبد الله خطا رجع خطا الحكم سند شقير لمس الكره في الدفاع كل الحكم محمد علي بن احمد بن حامد الكره ديما عند ريانا صفي العميري جيان بالشيخ جيان بالشيخ سند شقير خطا ديما خطا عبد السيسي زفر خطا لريانا ديما الكره جيان بالشيخ سند شقير صفي العميري سند شقير سند شقير امامها بن عبد الله وخطا من مدير بن عبد الله كوين برشا في الدفاع نادي الدفاع معروفه سيدي احمد بن فريق الدفاع جنب الشيخ جنب الشيخ تلعب حاول تلعب مع لعبه الدائره هشام الدريسي لكن الدفاع متفطن يجيب الكره عند ريانا ما لقاتش الحلول ريانا سند شقير جنب الشيخ جنب الشيخ ايوه يا بن عبد الله قدم ايه جيان بالشيخ سند شقير تحاول تبعد على مريم الرزقي
عطاهم المغرب رجع على سيدة شقير. ديما الكرة عند ريانا ما تقدرش تحلو. ريانا دفاع قوي من النادي الافريقي. هشام ادريسي تلعب في صامتة بثلاثة لاعبات من سيدة شقير، ثلاثة لاعبات من بعيد. سيدة شقير تصدى اشرف بن عبد الله، والكرة نقلة رزقي رجا التومي امل حمروني يخيروا طريق اللعب خاطر زي رجعوا بنات ريانا في الدفاع. فما خطا ساعة على ركل الرزقي من الاول، وفما دقيقتين في صفوف ريانا. دقيقتين ضد شكون ناس شكون يلعب الشوشه؟ جيان بشيخ باش تخرج. جيان بشيخ كان خطا على امل حمروني. زايد دقيقتين خليتهم جيان بشيخ خطا زايد، كره بعيده على المرمى. جوال قريشي رشيد تومي والهدف على يسار الحارسة سميرة العرفاوي. يعني قلت تسرع من جيان بشير خلفت فريقة كفتين بختان. تشوف الخبرة من رجاء التومي كالعادة، محمد الله كي خرج الحارسة يلعب التقنيات بالخبر اللي هذه ساعات سلاح ذو حدين. غلطة فرقة كما يقولوا ضيع الكرة هدف بدون حارسة يلعب تلعب جمعية النور. نهاد بالخبر لعب في النادي الافريقي سابقا، يلعب زوج معرفش تعاود تخرج نهاد بالخبر وترجع الحارسة معرفش شنو حب يعمل. الحمد لله دخلها خرجها هنا مساعد حب الشيخ وغيسكي يمكن نتاع اللاعبات اللي الكل اللي حاولوا يمدوا الكرة للاعب الدائرة هشام ادريسي محصورة بالبداية هشام ادريسي رغم قوتها ودفاع ممتاز كالعادة من النادي الافريقي متفطن زاد. سيدة شقيق حط عادة ايه بن عبد الله ايه بن عبد الله ايه بن عبد الله سيدة شقيق وقت مستقطع يطلبوا المدرب محمد الليل في مازال 12 دقيقة لعبوا 30 ثانية من نهاية الشوط الأول 7-5 لصالح النادي الافريقي. ذكروا مرة أخرى في تبولبا مقابلة بديت مرة ساعتين جمعية ميجرين الرياضية لكرة النسائية والفريق الأول اللي ترشح الدور النهائي بعد فوزه على الجمعية النسائية بتبولبا 38-36. وفي نفس القاعة اليوم مرة ثلاثة في إطار الدور النهائي لكأس الروح الرياضية منتخب السوريات يفوز بكأس الروح الرياضية بعد مشاركته في الدورة هذه بعد فوزه ب 22-21 فرق نقطة على النادي الرياضي النسائي بالمكنين. ذكر كأس الروح الرياضية اللي تعاملت لفرق الوطني بها اللي ما تعداوش مجموعة التتويج مجموعة الصعود عفوا، وشارك فيها منتخب الصغريات وقتها كان باش يحضر الدورة المتوسطية. نذكر المنتخب اللي حصل على المرتبة الثانية في الدورة المتوسطية هنيئا لهذا المنتخب وانه حظ اوفر للنادي الرياضي النسائي بالمكنين. ان شاء الله نراوه في النخبة الموسم ان شاء الله. نحب نذكر بنتيجة الأولاد سينيور كلوب وحمامات 22-17 للنادي الإفريقي. ومازال الماتش ما كملش، مازال 7 دقائق. نرجعوا للماتش البنات أمل حمروني والهدف برافو أمل، هدف الثامن للنادي الإفريقي. هذا يكبر الفارق 3 اهداف 8-5 لصالح النادي الافريقي. سلاح النادي الافريقي الدفاع والهجومات المعاكسه، دفاع قوي قوي جدا والهجومات المعاكسه. على اليمين تلقى مال حمروني وابن عبد الله، وعلى اليسار حد الان مريم الرزقي. هلا مساعد ما شفناهاش اليوم مازالت ما برزتش حتى هدف. هلا مساعد روعه المياجي تلعب في الوسط ولات روان المهاجري لعب في النادي الافريقي جات بشكل اعاره في وسط الموسم لنادي جمعيه النور. روان المهاجري سندا شقير، سندا شقير تبعت حاول تبعت على الاخ تمريره لروعه لكن ما تعديش يرجع الخطا على انذار ورقه صفراء بن عبد الله. جمعيه النور بريانه مزات منقوصه مستنوا في دخول جيان بشير. هلا مساعد هلا مساعد هلا مساعد حاول تعطي صفي عميري
ستي روان يجري سنت شخير سنت شخير سنت شخير هذا ما راقي رزقي تدخل يقدم اللي صاب تدخل جنب الشيخ تدخل جنب الشيخ هلا مساعد جنب الشيخ سنت شخير وقدم عليه ابن عبد الله ممتاز ابن عبد الله في الدفاع خطا مع الشيخ خطا لزفر الحكم كره النادي الافريقي اشرف عبد الله اشرف عبد الله رجتوني لأي حمروني جوير قريشي مريم الرزقي رقي الرزقي تدخل منى جليزي منى جليزي ما شفناهاش في الدوري النهائي في مقرين غابت ما نعرفوش شنو الأسباب ماهيش صحية تأكدنا منها معها معناها هو لونترونور يخرج جواهر قريشي تدخل منى جليزي في الدايرة وترجع راقية الرزقي في الصندوق ونصفة ممتاز جدا من أي عبد الله هدف الأول يسري ما ضيعش بقوة في الزاوية مستحيل نتيجة 9-5 للنادي الإفريقي عمل ويك بالفارق مازالوا أقل من 10 دقائق لعب لنهاية الشوط الأول نذكروا الدور النهائي ما قعد في الدور النهائي أمام جمعية مقرين الأسبوع نهار الجمعة المقبل بقاعة رادس مع ساعتين ونص سنت شخير سنت شخير أمام من حمروني جيان بالشيخ جيان بالشيخ سنت شخير شيما الدريسي طارت طارت لعبة مش من جميع ما تعمل تمويه وتغلق الحارس اشرف عبد الله رغم صغر سنه هشام ادريسي مش مقصر عدد موسم محترم جدا والكره للنادي الافريقي مريم الرزقي رقي رزقي رجل تومي نعود نذكر فما محاصره لصيقه من سند شخير على سند شخير على امل حمروني رقي رزقي وخطا خطا هشام ادريسي رجل تومي مريم رزقي والهدف الجناح كبيرة ممتازة كانت من رجل تومي هنا مساعد ما حبيش مساش بتعمل سبعة بطلات لكن مريم رزقي الهدف العاشر من المساحة هذيك ما تضيعش ما تضيعش 10-6 غلط سمير عرفي ويرجع الفرق أربعة أهداف 10-6 لصالح النادي الإفريقي سند شقير جنب الشيخ جيان بالشيخ احمد اهلا مساعد اهلا مساعد سند شقير جيان بالشيخ سند شقير خطا على اهلا مساعد تطلب 7 امتار كل دفاع في المنطقه لكن الحكم مش موافق يقول 9 امتار جيان بالشيخ سند شقير سند شقير امام ايه جيان بالشيخ جيب الشيخ حافظ يلعب ديما مع البيبوت مع ضيع الكرة ضيع الكرة هجوم معاكس هجوم معاكس شفنا عبد الله امل حمروني امل حمروني وتضيع وترجع الكرة منى جليزي وتضيع وترجع الكرة منى امل حمروني والهدف تألق الحارس سمير العرفاوي على مرتي للأمانة تألق سمير العرفاوي مرتي أمام امل حمروني وأمام منى جليزي تعاود ترجع رجعت كورة لذول من جليزي سجلت الهدف لكن لم يحتسب فما ماشي تألق الحارسة سميرة العركيوي مرتين أمام أمل حمروني أمام منى جليزي تقعد نتيجة على الحالة اللي هي 10-6 للنادي الإفريقي 4 نقاط فارق على شيما الدريسي لان الدفاع ولا متفطن الكل معناتها ما فماش قطف من بعيد كلهم تمريرات شيما الدريسي مره تاخذها مره ما تاخذش شيما الدريسي وديع الكرة تمشي كرة مريم الرزقي منى جليزي وجهه لوجه منى جليزي والهدف تسجل الهدف قداش النادي الافريقي اصرار من لاعبات جمعية نور باش تعادل الكرة شيما الدريسي
لقاوش حلول من بعيد اللاعبات. والمره هذه ما ضيعش موناج ليزي الهدف الاول نتاعها في المقابله 11-6-5 هدف فارق. مازالوا 6 دقائق 30 ثانيه لانتهاء الشوط الاول. نذكروا بالنتيجه نتاع الاولاد اللي هي 24-17 للنادي الافريقي. 12 دقيقه لعب مازالوا اكاهو. سند شقير اهلا مساعد اهلا مساعد سند شقير جاني هشام ادريسي واحد على 6 نقاط ممتازه اشرف بن عبد الله والكره ما تخلطش عليها قوي على مولاي. الهدف الاول لهلا مساعد الهدف الاول النتيجه 11-7 للنادي الافريقي. وقت مستقطع يطلبوا يغير للمدرب على نجيب الدور. نذكروا القاعه فيها جمهور ارينا وجمهور النادي الافريقي زاده للامانه جمهور النادي الافريقي اكثر. امامنا الحكمين محمد علي بن حامد واحمد بن ساسي الى حد الان مردود محترم الجوز حكام هذو. جانب الجمهور عديد من الجهور الرياضيه لاعبات مسؤولين رؤساء جمعيات عائلات لاعبات جو عائلي في قاعه ريانا للامانه ما وهذا شيء يسر ما ينجم يكون كان طالع خير كره اليد النسائيه خاصة نحن في نهاية الموسم. الموسم نعرفوا شو ينتهي يوم ال زميلنا سموح شكرا. ميرسي موز. الموسم باش ينتهي نهار الجمعة ليلة رمضان. نتمنوا الفرصة نشكروا إن شاء الله رمضان مبروك علينا وعلى جميع الرياضيين جميع التوانسة جميع أمة السيد محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله طال خير على بلادنا وعلى الرياضه التونسيه وعلى الرياضه النسائيه. يرجع الماتش الكره عند النادي الافريقي ودخول فاطمه بوري مكان مريم الرزقي في الجناح. رجاء تومي دراقي الرزقي فاطمه بوري رجاء تومي وخطا للنادي الافريقي. ساعة امتار منج ليزي رقي الرزقي والكرة خطأ للنادي الإفريقي. رجاء تومي رقي الرزقي للجناح فاطمة بوري فاطمة بوري من الجناح وعلى العرضة ما تسجلش لكن حط ثقة في المنطقة زون. الحمد لله محمد وقف الخطا هذا سند شقير اهلا مساعد اهلا مساعد من الجناح بسامة الحمروني ترجع للصفي العميري جانب الشيخ. سند شقير مازالوا 4 دقائق و35 ثانية 11-7 لصالح النادي الافريقي 4 اهداف فارق. نذكر الفريق الاول تعادل لنهائي الكبريات فريق نجرين وتسجيل من اشرف عبد الله لكن 7 امتار. مشكلتين فاطمة بوري كيف فاطمة بوري من عشر اللعبة في القاع نشوفوها تدخل. قلت الفريق الأول تعادل الدور النهائي فريق مجرين بعد انتصار في بولبا على جمعية بولبا 38-36 رقم 99 في القاعة سندا شقير إن شاء الله لاباس سندا 7 أمتار ثالثة لصالح جمعية نور وزوزو لأني سجلتهم سندا شقير الأولى الحارسة عبير العرفاوي والثانية الحارسة فهد العمراني الثالثة من عشر باش تنفذ هي ولا لا يمكن هي والحارسة المرة هذه ما فماش تغيير حارسة فماش تغيير باش تقعد اشرف بن عبد الله وسند شقير باش تنفذ 7 امتار. مازالوا 4 دقائق 27 ثانية 11-7 لصالح النادي الافريقي. بن سقيم اشرف 11-8 هذا هدف فارق. النادي الافريقي دخول امامه دردور منجليزي را
راقي الرزقي رجيت تومي الكرة سهلة كانت برشا هجوم عكس اهلا سعاد اهلا سعاد تشوفوا ما تمشي هجومات عكس الريانة الكرة لكن ما رجعت عليها من الجليزي رجعت فيها في تفيصة جميلة من جيم الشيخ مشي بالكرة لم يحتسب الهدف مشيت بالكرة يقول الحكم احمد المسيسي والحكم يزفر يقول المرمى يقدم في المرمى تاع سميرة العرفاوي وخر شوية المرمى يرجعوا المكان نتاعو ترجع الكرة شرف عبد الله ماشي الكرة لم يحتسب الهدف طبعا تيجي على حالة 11-8 مازالوا 3 دقائق و30 ثانية الكرة للنادي الافريقي رجاء التومي جواير قريشي أمامة دردور راقية الرزقي وخطأ على راقية 9 أمتار النادي الافريقي جواير قريشي أمامة دردور رجاء التومي أمامة دردور وخطأ للنادي الافريقي خطأ كان على أمامة دردور 9 أمتار رجاء التومي جواير قريشي أمامة دردور رجاء التومي راقية رزقي وخطأ للنادي الافريقي رجاء التومي رجاء التومي والهدف ممتازة في هنا في رجاء التومي على مكانها رجاء التومي سجل غالب الحالة سمير العرفاوي 12-8 4 أهداف فارق قبل 22 ثانية لو عم يجي من جميع واحدة تذهب الحاجة كانت قوية كانت قوية الفوق ما دخلتش للكاش بعيدة على المرمى نتيجة 12-8 4 النادي الافريقي تخرج في الهجوم راقية دخلت فاطمة البوري فاطمة البوري رجاء تومي جواهر قريشي أمامة دردور رجاء تومي جواهر قريشي أمامة دردور وخطأ خطأ أحمد بن سازي 9 أمتار للنادي الإفريقي أمامة دردور جواهر قريشي رجاء تومي فاطمة البوري من الجناح والهدف هدف ممتاز نزل الكرة بالحارسة لعب من فاطمة البوري سجل منهم برشا الأهداف هذوما فاطمة البوري فاطمة البوري مع حارسة لعبت معها برشا تاع لعبت فيها برشا فاطمة البوري بنت جمعية النور كرة ترجع لريانا مازال دقيقة و10 ثواني تقريبا 5 أهداف فارق لصالح النادي الإفريقي سردة شقير أمامها منى جليزي خطأ يقول لي إنذار إنذار يقول محمد علي بن حامد إنذار 30 منى جليزي 30 منى جليزي مسك يقول الحكم محمد علي بن حامد مسك من أمام سردة شقير تخرج منى جليزي رقم 14 باش تكمل الشوط منقوصة النادي الإفريقي منقوص من اللعبة مازال دقيقة بالضبط 3-8 5 أهداف فارق الكرة عند ريانا سندشكير أمام فاطمة البوري الوقت يمشي 50 ثانية مازالو سندشكير هلا مساعد تفوق عددي لصالح جمعية النور صفية العميري ترجع لجنب الشيخ جنب الشيخ تعاود تحب تعاود تعاود حدا لقى السبع أمتار سبع أمتار وكيفتين زاد معاهم مازالو أمام دردون أمام دردون كيفتين أربع لاعبات يلعب أربعة كاو ورقة صفراء زادة للبنك عم نجيد يلعب نجيد قدور معناتها باش تكمل الشوط بأربع لاعبات والشوط مازال فيه 37 ثانية وأكيد باش يبدا الشوط الثاني منقوص زوج لاعبات النادي الإفريقي ظفر دفاع في المنطقة تدخل عربية عرفاوي كالعادة سندة شقير مازال 37 ثانية سندة شقير سندة شقير أمام عبير العرفاوي سندة شقير وتسجل سجل 30 ثانية 13 4 4 أهداف فارق 13 9 للنادي الإفريقي أمل حمروني جواهر قريشي فاطمة بوري دفاع متقدم من ريانا بأربع لاعبات بركة رجاء التومي أمل حمروني وخطأ خطأ من النادي الإفريقي وتحكيم جهاد الشيخ اللي تحكيم الثانية ليها تحكيم الثانية مسك من تالي مسك من خلف مع أمل حمروني
كانت اسرع منها مال حمروني رغم النادي فيه باربع لاعبات ولكن تمريره حاسمه من رجيتومي الامل الحمروني كلفت جنب الشيخ دقيقتين الاقصاف ثاني كسب عليها المقابله ممتازه امل حمروني عندها لعبه احسن لاعبات عندها المراوغات نتاعها والسرعه اربع لاعبات ضد خمسه مازالوا ثمانيه لحظات رجيتومي فاتنا بوري ثمانيه لحظات رجيتومي والهدف من رجاء بقدرش تسعى للنادي الافريقي ولنا عوده في الشوط الثاني شكرا على المتابعه.
سكوند كيما يقول ناس. مرحبا بكم في الشوط الثاني بين أرينا والنادي الإفريقي دومي فينال كوب تونس. النتيجة حليناها في الشوط الأول 14-9 للنادي الإفريقي. مضيعة الكرة من أرينا إشراف بن عبد الله، رجل تومي، راقي الرزقي، فاطمة بوري، رجل تومي، أمل حمروني، فاطمة بوري. نادي إفريقيا يلعبوا أربع لاعبات فقط. أمل حمروني والهدف ممتازة، أمل ممتازة، الهدف 15 نادي إفريقي، 15-9، 6 أهداف فارق. ولا ترجع لريانا، صفي العميري على الجناح، سندشقير روعة المهاجري، أنا مساعد شي مدريسي مرة أخرى من الجناح ضيع، مرة أخرى أشرف عبد الله تتصدى، ولا ترجع للنادي الإفريقي. أمل حمروني، جواهر قريشي، ترجع تو تلعب خمسة لاعبات نادي الإفريقي، رجل تومي دونك منقوصة من اللعبة، مازالت أرينا كيف كيف منقوصة من اللعبة. ترجع متكاملة نادي إفريقي مع دخول آية بن عبد الله في الجناح، رجل تومي، فاطمة بوري، والهدف ممتازة. المرة هذه اللوطة حطتها على يسار الهدف 16 نادي إفريقي، حارسة سميرة عرفاوي. جماعية النور بالي أنا ما استغلتش تفوق العددي مرتين بأربعة، مرة بأربعة لعبات ومرة خمسة، يزيد لي فرق يكبر 7 نقاط 16-9 بعد مضي دقيقتين لعب في الشوط الثاني. جانب الشيخ على يسارها سندشقير، ترجع كرة لجيهان، جيهان باش تعمل كرة، هلا مساعد ويسارية تسجل، لك الحكم يرجع الخطأ أحمد بن سياسي، 7 أمتار لصالح، وتخرج أشرف بن عبد الله، تدخل أي العرفاوي، 7 أمتار لصالح العرفاوي، هلا مساعد تسجل، لك الحكم يرجع 7 أمتار في العادة، يقول لي سندشقير في التنفيذ مرة هذه أمام عبير العرفاوي، يقول لي 7 أمتار الرابعة لصالح جماعة نور ولصالح سندشقير، وكلها سجلت الرابعة ما ضيعش، 6 أهداف فارق 16-10. جواهر قريشي، أمل حمروني، أي بن عبد الله، راقية الرزقي، فاطمة بوري، جواهر قريشي، وخطأ للنادي الإفريقي. رجل تومي، أمل حمروني، والهدف هدف ممتاز من أمل حمروني، 17-10 للنادي الإفريقي، 7 أهداف فارق. هجوم سريع من جماعة النور، حكم احمد بن سيد زفر خطا لسندشقير، روعه المهاجري، جانب الشيخ سندشقير، جانب الشيخ على يمينه، هلا مساعد رجع لها، هلا جانب الشيخ، روعه المهاجري، هلا مساعد، جانب الشيخ اش تعمل؟ ما تلقاش حلول، جان دفاع حصين ومتمكن برشا، هشام ادريسي دز جوار قريش للدفاع، لكن ما تعملش لها فوت على السبعة، ما لقاتش الحلول جماعية أريانا مع دفاع النادي الإفريقي، دفاع قوي ومتقدم ومتماسك ومركز، خاصة مركز على التمريرات للاعب الدائرة هشام الدريسي. سندشقير جوار قريشي قدم، هلا مساعد سندشقير قدم جوار قريشي، هلا مساعد تمويه وتتصدى الحارسة مرة أخرى، يسجل هدف إشراف عبد الله، تصدى هلا مساعد، تجي الكرة قدم هشام الدريسي، ما ضيعش الفرصة، 17-11 لصالح النادي الافريقي. جواهر قريشي، اي ابن عبد الله، امل حمروني، فاطمه بوري، رجل تومي، ضاعت الكره، كانت قويه شويه من رجل فاطمه،
رجع الكره الارينا نذكروا بالنتيجه 17-11 للنادي الافريقي 5 دقائق لعب في الشوط الثاني 7 امتار جنب الشيخ 7 امتار ودقيقتين شكون دقيقتين عاش يمكن فاطمه البوري رقم 7 فاطمه البوري فعلا فاطمه البوري هذه المره الثانيه تخطي شكون في التنفيذ ما عادش نقول شكون في التنفيذ نقول شكون باش يتصدى سنت شقير تغيير حارسه ترجع فايدة العمران المره هذه امام سنت شقير مركزهم الكل سنت شقير 7 امتار لعبه دوليه فيديو عمراني اللي تدخل وتسجل سجل الهدف 17-12 والكرة للنادي الافريقي رقي الرزقي جوال القريشي ايه ابن عبد الله ايه ابن عبد الله وحدها كما دفع من السفينة الأمريكية كثير فعلا عم من ساسي وسبعة أمتار للنادي الإفريقي دفع لابن عبد الله شكون تنفيذها كالعادة أمل حمروني الذي أول سبعة أمتار للنادي الإفريقي في المباراة يقول جيم بالشيخ من بين رجاء التوني وابن عبد الله مونتاج 13 مونتاج 13 النادي الافريقي امل حمروني جوال قريشي رقي رزقي فات مباراة بين النادي الافريقي والحمامات 33-29 مبروك للنادي الافريقي تترشح للدور النهائي لكأس تونس والكرة عند ايه بن عبد الله جواهر قريشي جواهر قريشي لكن كان ضعيفة نعاود نذكر اللي في الاولاد الكلوب ربحت وترشحت الفينال مبروك للنادي الافريقي كرة عند ريانا هلم سعاد سند شقير أمام راقي الرزقي سند شقير زين بالشيخ تمريرة جميلة لشيمة دريسي لكن خطأ من راقي الرزقي على شيمة يرجع الخطأ محمد علي بن حامد وتدخل مريم الرزقي توا تكمل النادي جمع الفريق يكمل النادي الإفريقي يلعبوا بستة لاعبات زين بالشيخ سندشقير امامها راقية سندشقير شيء مدريسي وحدة ومرة أخرى على يسار الحارس أشرف عبد الله مرة أخرى تلقى روحها وحدة هافوتين في الدفاع من النادي الإفريقي 18-14 يتقلصون ملي كانوا 6 نقاط فارق يوليو 4 نقاط فارق عم مجيد قادر يخرج جوال قريش يدخل سحاب حقي أمل حمروني دقيقتين معاهم كانت الحقيقه هوني فما شويه هكا معناها شاي مدريسي رقم 62 كانت دقيقتين برشا قصايد دقيقتين المقابله هذه واحد سحر حقي واحد ولكن خطا للنادي الافريقي ودقيقتين لعبه اخرى من ارينا باش تقعد تلعب اربع لعيبات فقط برشا قصايد دقيقتين من جوج سبعه امتار النادي الافريقي عصا على اعصابهم شويه سي نورمال النتيجه شوط ثاني الناس كل تحب تربح امل حمروني ضربه 7 امتار هذه والهدف سجل الهدف 19 نادي الافريقي 2-2 امل حمروني 5 اهداف فرق لصالح النادي الافريقي هلا مساعد جيان بالشيخ
سندش قير صافي لاميري 9 دقائق لعب 5 اهداف فارق صلاح النادي الافريقي 19-14 جيم بالشيخ جماعة النور بنيرة تلعب 4 لاعبات حاول تربح في الوقت وتربح الكرة خطأ من مناش ليزي 6 لاعبات ضد 4 مش متقدم الدفاع النادي الافريقي صافي لاميري تعفس في المنطقة يقول الحكام ترجع كرة لشرف عبد الله كرة ترجع للنادي الافريقي 6 لاعبات امام 4 لاعبات 19 لاعبات امل حمروني امل حمروني من الجليزي في الدائرة والهدف جوج لاعبات تجبدوا امل حمروني وتعطي تمريرة من الجليزي وحدها على 6 امتار تلقى الصعوبة بشلالة الحارس سمير العفاوي من خلال المدرب محمد الليالي يطلب وقت مستقطع صعبوا على رواحهم المقابلة بنات ريانا بالإقصاءات ما تحكموش في أعصابهم كانت اللعبة صعبة عليهم شوية عشرين 14 ستة نقاط فارق مدرب محمد الليالي غاضب شوية على مردود لاعباته أكيد مقابلة دور نصف نهائي الريهان مقعد في النهائي في كاس تونس مع جمعية مجرين عفوا جمعية مجرين فازت على جمعية نسيبة بولبا وترشحت للدور النهائي والفريق اللي باش يفوز اليوم من النادي الافريقي وجمعية الهول باش يترشح على الدور النهائي ضد جمعية مجرين نذكروا الدور النهائي المقابلة وين باش تكون نهار الجمعة القادم مش نهار السبت نهار الجمعة في قاعة رادس مع ساعتين ونص ومع الأربع ونص بحضور جمهور أكيد من جهتين أكيد ومع الأربع ونص في نهائي الذكور وساعتين ونص نهائي ووقت نهار الجمعة ناس تخدم وناس تقرا معناها نهائي الذكور زاد كيف نهار الجمعة بعد ماتش البنات عملوا الجامعة اختارت الوقت هذاك نحب نقول النادي الإفريقي توا هي المترشحة في الأولاد ما نعرفش المقابلة الأخرى شو اللي صار فيها أنت قلت لي كان فيها شوية مشاكل تقف وقعت تلعب بين كبولبا كبولبا والنجم الساحلي إن شاء الله تكمل على خير قلنا الجامعة اختارت نهار الجمعة ممكن خاطر نهار السبت يكون شهر رمضان نعاود نهني جميع الرياضيين إن شاء الله مبروك علينا وعلى جميع الرياضيين وكنز الكل يعيشك إن شاء الله والكرة عند أهلا مساعد أهلا مساعد أهلا مساعد طب إيش حلول أربع لاعبات مو بستة لاعبات اللي أنا ما لقاوش حلول أربع لاعبات بركة ستة أهداف فارق 10 دقائق لعب سيدة شقير تعاود تاخذ الكرة هو ما ضيعش ما ضيعش سيدة شقير 20 15 نادي الإفريقي أمل حمروني أمل حمروني وخطأ من نادي الإفريقي أمتار مودة جليزي سحر حقي أمل حمروني سحر حقي مريم رزقي أمل حمروني مضيع مصر يقول لي سمير العفاوي سندشقير تطلعوا من بعيد و مصر يقول لي راكب رزقي وتشد تحت عليها قبل الركنية رجع تومي الكيبة ريانا هوني ترجع كاملة دونك ستة ضد ستة أمل حمروني سحر حقي مريم الرزقي منى جليزي سحر حقي أي ابن عبد الله مريم الرزقي والهدف ممتاز هدف مريم الرزقي ستة أهداف فارق 21-15 ممتاز الهدف مازالوا 19 دقيقة لعب النادي الإفريقي قاعد يجري في المقابلة كيما يحب هو صحيح عنده دور نهائي صعيب من نهار كان بشير انتصر مازال ما مسكوش حوادث أهلا مساعد ودقيقتين يظل دقيقتين مريم رزقي دقيقتين أحمد بن ساسي دقيقتين ما يتردش مسك من خلف على أهلا مساعد دقيقتين روان ميجي باش يعمل الخطا 9 امتار امام جيان بالشيخ تعطي الكره لها لبسيات
تعاود الحكم يقول غير مكان الخطا. هلم سياد هلم سياد جين بالشيخ نادي افريقي من قوس من لعبه جين بالشيخ تمريره خاطئه وتضيع الكره لارينا على التركيز من هلم سياد مره هذه امل حمرولي رجل تومي سحر حقي تدخل امام الدور في بلاصه ايه بن عبد الله ذاك نادي افريقي تلعب بنقوسه من لعبه منى جنيزي رجل تومي امام الدردور رجل تومي كانت سهله في الجيل الحاصه سمير العرفاوي جنب الشيخ تقطع الكرة سريعة هلم سعد هلم سعد جنب الشيخ أمام أمام الدردور توصل الكرة الجناح ترجع لجنب الشيخ سند شقير هلم سعد أسامة دريسي بالجناح على هذا هجوم منسق لكن أسامة دريسي مش اختصاص الجناح ومش على يده لعب دايرة نتيجة 21-15 دردور امل حمروني امام دردور مسجل ممتاز الهدف امام دردور قلنا اول هدف في الرياكشن هدف اول هدف 22-15 لعبت اصيله الجمعيه النسائيه بجير برق 25 يساريه امام دردور سندشقير سندشقير جيل بالشيخ احمد جيل بالشيخ وخطا قدام زوج لاعبات راكي رزقي ورجاء التومي رجاء التومي اليوم المقابله كامله ما خرجش من كل رجاء هنا مساعد واحد هفوة هفوة بالدفاع النادي الافريقي هفوة من راقية بني خلص الفارق 22-16 ست اهداف 22-16 امل حمروي امام الدردور مريم الرزقي رشيد تومي سحر حقي اميمة من بعيد اميمة برافو هدف ممتاز جدا من بعيد قوة كبيرة ياسر هدف 23 نادي افريقي معروف امام الدردور قذفات الساقه باليسار صعيب التصدي لها ترجع كل لريانا 16 دقيقه منتصف الشوط الثاني تقريبا سند شقير امام امام الدردور جيل بالشيخ اهلا مساعد اهلا مساعد واس شكون الحكم سبع امتار الحمد لله من حامد سبع امتار اللي فايت اهلا مساعد ومره اخرى شكون مشي تصدر سند شقير فايد العمراني الثالث اللي مقرين ما نعرف مقرين ما حتى لا قبل كاس البطولة اما عندها زوز ادوار نهائيه واليوم ترشح الدور النهائي قدم الثالثه وسند شقير سند شقير ظل الفارق 24-17 في 16 دقيقه لعب منى جنيزي رجل تومي مريم رزقي سحر حقي وماما دردور مريم رزقي سحر حقي
ما دار جول وخطا للنادي الافريقي. 9 امتار من منى جليزي لرجاء تومي، خطا مره اخرى رجاء تومي. رجاء تومي سحر حقي وخطا للنادي الافريقي. منى جليزي رجاء تومي مريم الرزقي على جناح لكن هو الحاسم فاطنا والنتيجه كما هي 24-17. كره ترجع لرينا جيم بالشيخ سند شقير، جيم بالشيخ جيم بالشيخ سند شقير. 7 امتار خطا من نميمة درقول، عديد من فوات 7 امتار، عديد من الاقصائيات من قبل هذه. المرة هذه جيم بالشيخ شكرا على تنفيذ. مازال 12 دقيقة و 30 ثانية، جيم بالشيخ أمام فادي العمراني وسجل 6 أهداف فارق 24-18. رقية رزقي أمامة دردور سحر حقي مريم رزقي سحر حقي تمشي وحدها والهدف ممتازة. هدف 25 النادي الافريقي 25-18. خاصة كرة من امل لكن خطا يرجع جنب الشيخ صفي العميري جنب الشيخ سند شقير امام رجاء تومي. سند شقير وتتعدى وتتصدى فادي لكن احمد النسيسي يرجع الخطا ويزفر 7 امتار ودقيقتين يظلي دقيقتين ضد راقية ما فيها خارجة. وتدخل المرة هذه عبير العرفاوي امام جيم الشيخ. عبير العرفاوي جيم الشيخ وتغلب بقوة ما فماش كتير ما خرجت تغيير من راقية رزقي. 6 لاعبات على الميدان من النادي الافريقي. امل حمروني، اميمة، سحر حقي، مريم الرزقي. خطا ترجع الكرة الأريانة. خطا الأريانة ترجع لريانا 25-19. عدش دقيقة لعب مازالو. جيان بالشيخ هلم سعد، جيان بالشيخ سند شقير، جيان بالشيخ هلم سعد خطا تتصدر بهذه لكن يرجع الخطا دقيقتين اخرين ولكن من الاقصائيات دفع من راقي رزقي. مرة هذه راقي رزقي خذت دقيقتين دفع على ساعة إن شاء الله لاباس هنا. عندنا دخول حارس بتيه العوني مكان سمير العرفاوي في مرمى لا مش في حارسة في مرمى جمعية نور. إن شاء الله لاباس هنا ساعة. لك الفريق تشوف فيها ان شاء الله لاباس. هاي بشكون الحمد لله الحمد لله قامت لاباس. انا شويه وجيع اكيد في ظهرها، انا شويه وجيع حاجه اللي الحاجه الحلوه برشا هوني اللي مدرب النادي الافريقي هي اللي مشات لعبه الارينا. الكره الرياضيه فريق عريق النادي الافريقي بطبيعة سلامة اللاعبات قبل كل شيء قبل النتيجة قبل الترشح. كان الحارسة بتيها اللعوني شابة ذات مكان سمير العرفاوي في مرمى جمعية النور. مازالوا 10 دقائق و51 ثانية. 6 أهداف فارق للإفريقي ماشي نحو نهائي ثانية على التوالي. و قلت جمعية نجرين نذكر مرة أخرى بالموعد الجمعة نهار الجمعة مع ساعتين ونص في قاعة رادس. أكيد برشا باش يتقلقوا من الموعد هذا، نهار عمل نهار قراية نهار صليات.
I'm going to go to the hospital. احنا حاضرين سي بالجيس ان شاء الله قدرة ربي ان شاء الله اللاعب مازال وين توقفوني فما شوي ماء على السالة على الباركي رجعتوني قاعدة مختلفة بعملية تشيح الماء رجعتو مليون مش في عادتها لعبت مقابلة كاملة ومردود متميز متميز جدا كان تميرة يعني أكبر الأهداف عندها تمريرات ممتازة جدا كما نشوفوا في النتيجة 25-19 للنادي الإفريقي متوقفة ما نعرفش شنو فما مشكل كيكبا السيدة فهيمة بن شريفة تحكي مع الحكم فهيمة بن شريفة لعبة دولية سابقة لعبة منسقة للنادي الافريقي سابقا أعطت الكثير وعندها العديد والعديد من الألقاب عن النادي الافريقي ثمن ذهبي للنادي الافريقي لاعبات خدم معروفين ديما نذكروا بهم من الجينيراسيون الاولى وقت كان النادي الافريقي في التي جي ام الفينال الاولاني تاع النادي الافريقي لعبه كان تمام الزعايبي هدى مراد سعاد بن سليمان امنه بن الشيخ سامي القرقوري والعديد من اللاعبات اللي جم بعد على غرار فهيمه بن شريفه وفيد الجيزاني والعديد والعديد من اللاعبات اعطوا الكثير من النادي الافريقي وكره اليد النسائيه انا ذاك كانوا يلعبوا على التراب كانوا يروحوا بيديهم وكيبوا الدم توا الامور تطورت وديما الفريق النادي الافريقي في الاصناف كره اليد النسائيه متالق رغم قاعده فتره فراغ وقت وقت اتحاد سيكسيون ما كيراش رجعت زاده بالالقاب رجعت توا ثلاث مواسم توا الموسم الفارق رجع الالقاب نذكروا اللي الفرع البنات في الهوند اللي هو اكثر فرع متوج في جميع معناها سيكسيون كل كو سوا فوت هون باسكيت اللي هي اكثر فريق متوج في الغوتور عنده هو في تونس وسعيد باش يكون فريق باش يعمل كيفه للامانه يرجع اللعب يرجع اللعب كره عند ريانا سندشكير جيان بشيخ جيان بشيخ المرة ما عملتهاش تضيع شيء ما ادريش الكره هذا من فوق فوق الحارس كيما ضرب جزاء فوق حارس فادي العمراني والكرة هجوم مريم الرزقي الكرة تتصدر حارسة ابتهال حارسة ابتهال العوني عودة سمير عنفاوي وتسجل سجل سجل روعة المهاجري 25-20 للنادي الافريقي كيف روعة المهاجري لعب مقابلة كاملة مسلسة تلعب سوى في الدفاع أكثر أمل حمروني رشاد تومي جوير القريشي مريم الرزقي رجل تومي جواهر قرشي أمامة دردور جواهر وخطأ للنادي الإفريقي رمي 9 أمتار أمل حمروني جواهر قرشي رجل تومي جواهر مريم رزقي دخول بقوة من جواهر قرشي يارم سعد جيان بالشيخ ترجع كرة غيانا بسرعة سندشكير امامها امام دردور جيم الشيخ امام رجاء التوبي و مسها فادي العمراني لكن ما تجيبش معنا هدف 25-21 اربع اهداف فارق مازال 3 دقائق ووقت مستقطع في مقابله جد جدول طاهرة بعد هذا ما يزوز ضيعوا الكرة وتسجل اريانا ما
سقطة 4 أهداف فارق 9 دقائق و21 ثانية مازال في مخ يقول المدرب محمد الليالي كل شي نلعب الكل في الكل الكل في الكل ما عادش عنده الحلم أكثر من هكا خاطر هذاك مقابل الكاس ما عنده ما يخسر موسم محترم جمعية النور المرتبة الثالثة في البلاي أوف ونصف نهائي كأس تونس لحد الآن يرجع اللعب الكرة عند نادي إفريقي فاطمة بوري جواهر قريشي ابن عبدالله فما محاصرة من جانب الشيخة على أمل حمروني جواهر قريشي فاطمة بوري أمل حمروني لابن عبدالله وتضيع الكرة هذا هو الفكرة نتاع أمل حمروني لكن التمرير كان قوي شوية على إير ترجع الكرة ريانا مازال وقت من 3 دقائق لعب هلا مساعد هلا مساعد هلا مساعد خطأ من آية خطأ الأولاني من آية والثاني من تسرع من آية بن عبد الله شوية تسرع من آية زايدة العفوة هذه كيف تين من آية بن عبد الله كيف تين من آية بن عبد الله الخطأ بدك فيه آية بعد هنا مساعد تفوق عددي لسارة جمعية النور نزلوا 8 دقائق 30 ثانية 4 أهداف فارق النادي الإفريقي أهلا مساعد 6 لاعبات ضد 5 6 لاعبات من الريانة 5 من النادي الإفريقي أهلا مساعد جهان بالشيخ جهان بالشيخ حاول تدخل للجناح كرة تخرج صبي العمالي ما تغمرش جهان بالشيخ أهلا مساعد للجناح مرة أخرى تخرج بالكرة سيدة شكير وهذا تصدق يا عمراني تصدق هذا عمراني فما خطأ على أمل حمروني إن شاء الله لاباس تجيب كرة قدام أمل ترجع الكرة من الإفريقي محاصرة فردية من سندشخير على رجاء التومي جواهر قريشي فاطمة بوري جواهر فاطمة أمل حمروني أمل اتصال شكون روعة الماجري مسك كل الحكم محمد علي بن حامد خمسة ضد خمسة رجاء التومي رجاء التومي جواهر قريشي وخطأ من نادي إفريقي راقية الرزقي رجاء التومي قطع الكرة بسرعة جنب الشيخ جنب الشيخ قوي على صبي العمالي مسكة رجاء هي الأمانة أمل حمروني رجاء التومي فاطمة بوري وماما دردو رجاء التومي فاطمة بوري دخول جواهر قريشي وماما دردو والهدف هدف ممتاز من أمامة دردو وهدف بشكل عادة ديما هدف الانتربال وقت مستقطع من محمد الليل نذكروا بالنتيجة اللي هي 26-21 النادي الإفريقي 6 دقائق و31 ثانية مازالوا في عمر المقابلة تذكروا في مقابلة رفع الستار منتخب الصغريات فاز بكأس الروح الرياضية بعد انتصاره على النادي الرياضي النسائي بالمقنين فارق نقطة كيف كيف نذكروا الجمعية المغرب الرياضية كرة النسائية عدت الدور النهائي بعد فوز على جمعية النسائية بتبلبة 38-36 وجمعية مجرين باش تبارى في دور النهائي نهار الجمعة المقبل إن شاء الله ضد الفائز اليوم المقابلة هذه اللي نتابعوا فيها
من جمعية النور والنادي الافريقي تو 6 دقائق و 31 ثانية 4 أهداف فارق لصالح النادي الافريقي وينتهي الوقت المستقطع مشان الحكمين حمد علي حامد واحمد بن سياسي عايته الجزء بلقش يبقوا يلعبوا الكورة عند جمعية النور بريانا نذكر النتيجة 26-21 خمسة أهداف فارق النادي الإفريقي الكورة كورة عند ريانا سندشقير جانب الشيخ أمام راقي رزقي ورجا تومي تعطيها لسندشقير سندشقير استعمل سندشقير تعطي هالم سعيد هالم سعيد حاول تتوغل تغلق تتصدى فيدا العمراني لكن الحكم يرجع من خطأ سانتار هالم سعيد هالم سعيد هالم سعيد سندشقير جنب الشيخ جنب الشيخ فما مسك مسك من نمامة دردور خطأ يرجع الحكم تسعمتار تلعب شيء مدريسي سندشقير سندشقير حاول تتعدم فاطمة البوري لكن رانيا بن عماري دخل تتصدى لها رانا بن عمار في الدفاع مع فاطمة البوري سندشقير جنب الشيخ أمام أميمة دردور خطأ مرة أخرى خطأ زفر محمد علي حامد جنب الشيخ سندشقير ترجع كرة الجين سندا سندا من بعيد و جميلة وفي زرع متحيل على فاديا 22 أربعة دفاق نزلوا خمسة دقائق وعشرين ثانية أمامة دردور جواهر قريشي رقي رزقي جواهر قريشي ودي عن كرة دخول بقوة كل حكم دخول بقوة ترجع كل ريانة إذا المرة فيها أقل من خمسة دقائق لعب أربعة أهداف فارق الكرة عند هيلم سعد سند شقير قدام رجاء تومي للجنيه حشيمة دريسي بقوة فايزة فيديا عمراني هوني في التصدي كفتت في الجنيه مرة هذه مرة كنت فتنا الحارسة عملت ربو قوي مرة أخرى الكرة تمشي فوق المرمى جوير قريشي وفتنا بوري درجة تومي جواهر راقي الرزقي أمل حمروني درجة تومي وتذيع الكرة ما توصلش للدايرة وتذيع الكرة على أريانا زادة قوية من هيلم سعد وجنب الشيخ ما خدتش عليها فادي عمراني الأمل حمروني رجاء تومي جواهر قريشي أمامة دردور الأمل حمروني جواهر قريشي فاطمة بوري رجاء تومي جواهر رقية الرزقي أمل حمروني خطأ للنادي الإفريقي خطأ كان على أمل حمروني رقي الرزقي رجاء تومي جواهر قريشي وخطأ 9 أمتار للنادي الإفريقي دخول منى جليزي جواهر قريشي رجاء تومي جواهر وتضيع الكرة كنت لازم تستنى شوية سيرتو مع دخول منى جليزي مع رقي الرزقي في الدائرة كرة عن سندشقير 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 سبعة امتار لصالح الشيخ بالشيخ احمد نذكر النادي الافريقي كان يترشح على دور النهائي باش يلعب على كاس رقم 25 لصالحه معناها تقول لي انه هو ديجا هز 25 بطولة 25 يولي يلعب على 25 كاس زادة نذكر الترتيب ثلاثة فرق أكثر تتويج في الكاس 24 كاس النادي الافريقي التالية جمعية نساء للساحل 10 كؤوس وفي المرتبة الثالثة جمعية نور بريانا اللي قدمنا 4 كؤوس جمعية مقرين مترشحة لدور النهائي عندها كان زوز أدوار نهائية ونهار الجمعة باش تلعب الدور النهائي الثالث سحر حكيم رجاء تومي منى جليزي سحر حكيم النادي الافريقي صاع امتار امل حمروني
رجاء تومي والهدف ممتاز رجاء رجاء تومي برشا كملت مقابلة حاضرة بدنيا رجاء تومي على أخر نيورا جيم بشيخ هلا مساعد هلا مساعد حدا وتسجل كثير يظن من أجليزي ولا هنا من أجليزي فعلا كثير مش مش قبل مقابلة مونيا نزلوا خفتين بالضبط خفتين تسعة ثواني دفاع متقدم من جمعية نور ثلاثة أهداف فارق 27-24 دفاع متقدم سند شقير على رجاء اللعبة كل اللعبة شدة صاحبتها تصدي من ابتهال هجوم معاكس جنب الشيخ سند شقير تصدي من فتي عمراني وجميلة من هذا الامتحان هزتها بخارجة بدر عمراني هدفين فارق وزالوا كيف قرار 37 ثانية جماهير أريانا تتفاعل مع الأهداف هذيا دفاع متقدم من أريانا حاليا أمل حمدوني راقية رزقي خلت خبرة من حارس أبديال للعوني نزل أقل من ثقة لعب زوج لأهداف فارق أمل حمروني وقت مستطيع اسمه وعبد الجيد قدور رجعت بسرعة جمعية نور مريانا كان التركيز بالإفريقي كان متقدم ستة يقول لي ستة أهداف سبعة أهداف تحسوا تهنى شوية عن النتيجة دونك قبل الكاس ما فيهاش أمان قبل الكاس تصعب لأخر واحد رجوع فريق ريانا أعطى نكهة أخرى في المقابلة كانت تيلوني عملت نجوم عكس كان ركزت شوية بنجوم عكس يمكن النتيجة كانت ترجع نقطة فارق وتتحمس أكثر نهاية المقابلة ومازالوا أقل من دقيقة أقل من دقيقة والكرة عند النادي الإفريقي عم نجيب قدوري يعطي توصيته الأخيرة يمكن شي كل اللاعبات وينسقوا الهجوم الأخر لدور الكرة دور الكرة يرقوا الوقت قدر المستطاع باش يخليوا الفرق نتاع الهدفين هذو مقابلة حماسية مقابلة كأس ثمانية وخمسين ثانية وثمانية وثمانية عشر مازالوا في المقابلة لاعبات ريانا مقدمين على لاعبات نادي الإفريقي كل لعبة شادة صعبتها ما عادش عندهم حتى خيار ريان مكان في الدور النهائي رجاء تومي أمل حمروني أمل حمروني خطأ خطأ على أمل خبرة يلعب زكية لعبة نادي الإفريقي يبغى في الوقت يبغى في الثواني سحر حقي أمل حمروني خطأ مرة أخرى على أمل سحر حقي يا ابن عبد الله يا ابن عبد الله تفضل يا روني الكرة ترجع للنادي الافريقي 25 ثانية مازالوا هدفين فارق صالح النادي الافريقي أمل حمروني يا ابن عبد الله والهدف هدف ممتاز للنادي الافريقي وصلت النتيجة يا ابن عبد الله في الجناح 14 ثانية 28-25 يرجع الخطا ومن لم يعتزل الهدف اثناء توقيت الدوري 28-25 انتهى التوقيت مزال 9 امتار 9 امتار مزال 9 امتار 10 هنيئا للنادي الافريقي ترشح الدور النهائي وحظ اوفر لجمعيه النور 28-25 قبل 9 امتار الاخرى باش يلعبوا سند شقير ومش غير وحد شايف النتيجه مبروك النادي الافريقي الف الف مبروك جمهور النادي الافريقي نتيا في نهائي كاس تونس يلعبوا على التريبلي مبروك النادي الافريقي ولادو بنات نهار الجمعه لي دو فيناليست مبروك مبروك البنات يلعبوا على التريبلي ان شاء الله نهار الجمعه الجمهور يكون حاضر يشجعها مبروك ممتازه الحقيقه ويسحقوا كل التشجيع مبروك لبدات الكل امل حمروني رجاء تومي امامه دردور سحر حقي رقي الرزقي اشرف بن عبد الله فادي عمراني مريم
مريم الرزقي بدات الكل يعطيهم الصحه كانوا ممتازين. ايا بن عبد الله هنيئا لجمعيه النور زاد قدمت مقابله ممتازه ممتازه جدا. رجعت المقابله رغم كانت متاخره شاف اداء الفرق جمعيه عريقه لكن الاجر هو اللي تعدى النادي الافريقي مقابل جمعيه مقريب الى نهائي البطوله نهائي الكاس نهار الجمعه الجايه ان شاء الله في قاعه الرياض الساعه 9:30 ان شاء الله. نعاود نبارك الجمهور النادي الافريقي ولاد وبنات فيناليست نهار الجمعه ان شاء الله دو تيتر للهوند ان شاء الله والبنات يلعبوا على تريبلي كاس العربيه بطوله تونس وكاس تونس. نخليكم مع الصور الجميلة هذه نذكركم فريق العمل معز الميل كاميرا صور اليسعى هذي حميدو أصاب وجهات التعليق صاحبة سيب القاسم الزويري ميرسي بوكو شكرا على المتابعة إلى اللقاء إن شاء الله في المقابلة في الدور النهائي إن شاء الله في الدور النهائي نكونوا موجودين صباح الخير. اقعدوا مع الصور قالكم واحد. رجعنا لكم الصوت تسمت أو بنات نادي الإفريقي وفرحتهم